طيب انا عشان نوفر وقت ممكن نحن نقول ايش الاسبرر اندرويد اللي هي انتريز ات اري اللي هو ماي سبرر كونتنت هي الاري تمام المعرفه ك اكس ام ال. يعني في الاكتيفيتي انا مدحت هذا كله ايش سلام. And this dot find view by id r dot id dot filler احنا انشأنا الري ادابتر جديد. قول الري ادابتر بياخذ ثلاث حاجات. اول حاجه بياخذ الكونتكست تمام، وبعدين بده ياخذ لاي اوت تمام. المحاضره الماضيه اعطينا لاي اوت جاهز للاي اوت في الاندرويد. هلقيت احنا نعطينا ايش لاي اوت خاصه فيه تمام، بس لسه بالبالك هذا اللاي اوت الانبوت اللي بتعامل معاه فقط الري اوف سيرف تمام. الانبوت اللي بتعامل معاه الري اوف فالآن أنا رحت للاي اوت وبدي أقول له إيش أضر وبدي أنشئ لاي اوت جديدة صح. رحت قلت له أندرويد إكس إم إل لاي اوت. لو عملت إكس إم إل فايل صح، بس يعني هذا إكس إم إل لاي اوت عشان يحط لك التاجز بتاعت إيش بتاعت اللاي اوت. إيش إكس إم إل؟ بسميها ماي سبينر لاي اوت. هو يعني استخدم انا عاملها في المحاضره الماضيه تمام. فهذا اللاي اوت هي هذا الماي سبيرا لاي اوت. ايش عملت فيها؟ رحت حطيت فيها تكست فيو. تكست فيو حطيت لون ايش؟ احمر وحجم الخط 24 اس بي تمام، وخليته في النص. رحت على اللاي اوت حطيتها جرافيتي سنتر توب تمام، وخليت الباك جراوند بتاعت اللاي اوت ايش؟ اخضر. عملت انا يعني صممت ايش؟ لاي اوت خاصه فيه تمام؟ لقيت انا عملت اللاي اوت بدي اروح ابعتها لمين؟ لا لازم لينير. كيف؟ لازم تكون لينير اللاي اوت. لا اي لاي اوت بدك اياها انت تمام؟ لقيت بدي ابعث له اللاي اوت اللي هي وين ار دوت لاي اوت دوت ماي سبينر لاي اوت ضايل ايش اللي هو المحتوى. طب هنا انا المحتوى حطيت له اكس ام ال بقبلها هيك. لحظه نجرب شوف ايش بيصير. اس بي ريتيت ادابتر ما دام انا استخدمت الادابتر لازم اعطيه ايش انا؟ المحتوى تمام. ما ينفعش ادخله وين؟ في الاكس ام ال. يبقى هذه مالها اللي هنا اللي عملناها في اللاي اوت بتاعت الاكتيفيتي الانتريز. هذه بدي اشيلها. بدي انا احط الكونتنت من وين؟ من الكود. لا انا بدي استدعيها. فرجتكم كيف نستدعيها؟ لا ما فرجتكوش كيف نستدعيها. طيب كيف نستدعيها؟ لقيت انا ممكن اعمل اري ليست خاص فيه تمام؟ بس عشان اوصل للاري الموجوده في الاكس ام ال. هذا برضه نقطه مهمه انه كيف انت من الكود بتصل الحاجات الموجوده في الاكس ام ال. عشان تصل الحاجات الموجوده في الاكس ام ال هي ريسورسز. بتحط this dot get resources. الريسورسز فيها حاجات كتير
من ضمنها مثلا جيت ستينج، اي ستينج موجوده بس ايش لازمه عشان يجيب لك الستينج؟ بدك تعطيه الاي دي تاع الستينج اللي هو ار دوت ستينج دوت اب نيم. ار دوت ستينج دوت اب نيم هذا الاي دي تبع الستينج اللي اسمها اب نيم. تمام، هذا ايش بترجع؟ بترجع ستينج ممكن تطبع. احنا بدناش هذا، بدنا ايش؟ بدنا الاري اللي عملناها this dot get resources dot get string array. شايفينها؟ ايش طلب مني؟ ال id تاع الاري r dot array dot my string content. هيك انا جبتها برمجية. فدل بالك r dot array مش هي الاري، هذا ال id تاع الاري. تمام، عشان تصلها بيقولوا جيت ريسورسز. هذا ايش بترجع الجيت ستريم اري؟ بترجع اري عاديه، اري ستريم. هاي ستريم هذا كنت سي كونتين مثلا، تمام، اري عاديه. طبعا هو في كونستراكتور ثاني للاري ادابتر بيقبل اري ليست، وفي بيقبل ايش؟ اري عاديه. اذا ما بيقبلش بتحول الاري عاديه ايش؟ لا اري، بتعمل اري ليست وبتعبي اللي في هذه فهمت. تمام، فهمت. انا بعثت له اللي او بتاعتي وبدي ابعث له عندك ايش؟ السي هو الكونتنت اللي حطه. بس لسه ناقص حاجه، هيك مش هيشتغل. ليش مش هيشتغل؟ هلقيت انا بعثت له اللي او، بس بدي اقول له كمان في اللي او اللي بعثت له اياها وين يحط كل سترينج. ليش؟ ما هي اللي او ممكن يكون فيها تو تكست فيوز، تكست فيوز صوره. تمام، هل في النهايه الاري ادابتر بياخذ اري اوف سترينج بس. تمام، طب كل سترينج انا وين بيعرضها؟ فانا بدي اقول له، بدي اقول له اعرض السترينج هذه في الكومبوننت اللي اسمه كذا كذا الموجود وين؟ في اللي اوت. انا بدي ابعث له اللي اوت وبدي اقول له كمان ايش؟ وين يحطه في اللي اوت؟ ايش يعني وين يحطه؟ بدي اديله الاي دي تاع العنصر اللي يحطه فيه اللي هو ار دوت اي دي دوت تكست فيو. هي مش هذا اللي اوت بتاعت ال هو المفروض هي يعمل ايش؟ ماي سبينر تكست تي في. المفروض هذا الاقيها، لقيت وين؟ في الار فايل. فهنا حطينا ار دوت اي دي دوت هي ماي سبينر، ماي سبينر تي في. وفي الاخر ما ننساش احط ايش؟ الكونتنت اللي هو الاسامي. تمام، هذه نسميها ايش عشان تكون فريندلي نيم. تمام، وهذه ايش هنا؟ لاحظ لما بعثنا له اللاي اوت بتاعت الاندرويد ما حطلهوش هذه الزياده، صح؟ لانه هو باي ديفولت مظبط حاله وفاهم على حاله. تمام، لكن انا لما بعثت اللاي اوت من نفسي انا لازم احدد له وين يحطها في اللاي اوت. عد هذا الاري ادابتر بتبلش الا ايش؟ سترينج. انت بدك تقول وين يحط سترينج. افرض بكره بدك تبعث له اوبجكت كامل فيه داتا او صوره او اسم. تمام، وقتها بدنا نعمل اري ادابتر خاص فينا، بدنا نعمل اكستند لمين؟ الاري ادابتر عشان نغير جوا. تمام، هنعمل بس هذا ايش بتعامل مع مين؟ مع سترينج. ممكن تدي له اوت وتقول وين يحط بالضبط، غير هيك بدك يعمل حاجه. تمام، تعال نشغل. لا هيصير يعمل يكرر. تمام، هذا اللي اوت انا بعته لي اوت لسطر واحد بضل يكرر ويستخدم نفس اللي اوت لكل. طب لو عملنا اري اوبجكت بعتنا له جنب هذه قلنا له الصور اللي فيها حطها في ال... ما بقول لك هذا يعني انت بتسال السؤال لسه تو جاوبته. لا احنا قلنا انه هذا بيتعامل بس ايش؟ مع سترينج. تمام، اري اوف اوبجكت ببلاش. تمام، كيف نتعامل مع اري اوف اوبجكت؟ هناخذها بعدين. بدك تعمل اوفر رايد لمين؟ اكستند لها هذا وتغير في المثل اللي جوا. تمام، طبعا باللون الاخضر شايفينه؟ والكلام ايش؟ بالاحمر. طبعا اضغط هيك. تمام، هي يعني هو اخذ ايش؟ اخذ اللي اوت اللي انا معطيه اياه. تمام،
هيك انا حطيت اللي اوت الدوار المناسبه. طيب وصلنا برضه من خلال كيف نسال الريسورسز لاي ريسورس من خلال ايش؟ من خلال الريسورسز الموجوده في الاكس ام ال من خلال الكود. يعني مثلا انا قلت لك غير لي اللون الخلفيه برمجيا، تمام؟ لون الخلفيه يعني انا لون الخلفيه إيه؟ كيف كنا نغير لون الخلفيه الاكس ام ال؟ تمام، كنا نروح على اللاي اوت ونحط هنا ايش؟ اندرويد باك جراوند. هل بدنا نعمل هذا ايش؟ برمجيا. كيف نعملها برمجيا؟ بدي اوصل لمين؟ للاي اوت. وبعد ما اوصل للاي اوت اقول له سيت باك جراوند كلر واعطيه كلر. الكلر بكون اكون معرفه وين؟ في اكس ام ال، تمام؟ في اكس ام ال اجيبه من وين؟ من اكس ام ال. ناخذها واحده واحده نعملها. اول حاجه عشان اوصل انا للاي اوت لازم يكون لها ايش؟ اي دي. طبعا باي ديفولت ما بكونش حاطط اي دي، تمام؟ بس انت ممكن تعملها اي دي. كيف تعملها اي دي؟ بتحط التاج هذا ات بلس اي دي عشان بلس يعمل اوتوماتيكلي، تمام؟ وحط الاسم اللي بدك اياه. هذا ليش؟ عشان اعطي اي دي لمين؟ للاي اوت. ليش اعطي اي دي؟ عشان اوصل له للاي كود، تمام؟ طيب يبقى من هنا طبعا بالبالة التعامل مع الفيوز والفايل فيو هذا كله بتنفذ بعد سيت كونتنت فيو، مفهوم؟ يعني قبل سيت كونتنت فيو ما كانش في ايش؟ فيوز بالمره. تمام، ذس دوت فاين فيو باي اي دي ار دوت اي دي دوت لا هي ايش اسمها؟ ماي ار لاي اوت في ما حطوش هو ماي ار لاي اوت. تمام، هذا ايش بترجع؟ ريلاتيف لاي اوت ار ال يساوي الان باجي للريلاتيف لاي اوت وبقول له سيت باك جراوند كلر، بياخذ انتجر كلر اللون. شفت الهكسا بده اياها ايش؟ بالانتجر. احنا عارفين كلر وين؟ في الاكس ام ال. كيف بصل له؟ من قبل هذه this dot get resources dot get color وبعطي له الاي دي تبع مين؟ تبع الكلر اللي هو ار دوت كلر دوت ريد. عشان انا عارفه انا هذا الار دوت كلر وهذا الاي دي تبعه، اعطيته الاي دي عشان يجيب ايش؟ الكلر. هذا ايش بترجع؟ انتجر رقم اللون، تمام؟ وهنا بعطيني ايش؟ بعطيني كلر، تمام؟ هذا بس كمثال ثاني على كيف انا اوصل لايش؟ للريسورس. وهي الواجهه صارت ايش؟ صارت حلوه. طيب نكمل. اخذنا السيك بار صح ولا لا؟ اخذنا اكسس اكس ام ال ريسورسز بروجراماتيكلي. نشوف بس قبل ما ندخل على اكتيفيتي لايف سايكل نشوف كومبوننت ثاني اللي هو ايمج فيو. هذا ايش هو ايمج فيو؟ العرض صور. نيجي على هذا بس ايش بدي اعمل؟ بدي اشيل ال الايمج فيو موجود في الايمجز اند ميديا. هي ايمج فيو وفي باتون فيو. لو بدي اعمل باتون في ايش؟ في صوره. طيب هي بحط الايمج فيو وبعدين ايش بطلب مني؟ اختار الصوره. من وين بدها تكون الصوره موجوده؟ في الدروبل، تمام؟ اختار اي صوره، هذه مثلا ديزرت، تمام؟ اوكي. هي حط الايمج فيو. بدي مثلا هلقيت الايمج فيو طبعا حجمه ايش؟ هنا راب كونتنت، تمام؟ خليها مثلا 300 دي بي والهايت 300 دي بي. لاحظ اهم تاج اللي هو هذا اندرويد سورس اللي هو هنا بياخذ ايش؟ الاي دي تاع الصور. ايش هو الاي دي تاع الصور؟ ات دروبل سلاش ديزر. طيب عرض الصوره داخل ال داخل الايمج فيو. انتبه معي، مرات بدي ايش؟ بدي الصوره
اكبرها عشان تملى ايش؟ تملى الامج فيو. تمام؟ كيف تخليها؟ في عندي اسمها حاجه اسمها فيت سكيل تايب. ايش هي سكيل تايب؟ يعني كيف طريقه التكبير. تمام؟ في عندي مثلا ايش فيت اكس واي. ايش هي فيت اكس واي؟ يعني اضغط للصوره اللي جوا وصغرها وكذا عشان تصير على قد ايش؟ على قد خليها هذا 200 عشان على قد الايمج فيو. في طريقه ثانيه بدل ما نقول فيت اكس واي في عندي حاجه اسمها فيت سنتر. ايش فيت سنتر؟ يعني هنا هنقول فيت سنتر بصغر الصوره على قد الايمج فيو بس بحافظ على نسبه الطول مع العرض. مرات الصوره لما اصغرها ومغطها من الطول والعرض تخرب. تمام؟ لا هنا فيت سنتر يعني صغر الصوره بس ايش حافظ على نسبه الطول والعرض. فهنا صغرها العرض اجى على قد الايمج فيو بالضبط بس هنا ساب ايش؟ ساب مسافات عشان ما يضغطش. تمام؟ بس النسبه ما بين الطول والعرض ظلت ايش؟ ثلاث زي فانت بتختار المناسبة. تمام؟ طبعا في فيت سنتر بيعملها فيت مع المحافظة مع نسبة الطول مع العرض وبخليها في السنتر. في فيت ستارت مثلا بيعمل نفس الحاجة بس ايش الصورة اذا هي بتبدا من فوق. فيت اند بتنزل ايش؟ تحت. ولو بدك تخلي الصورة على اصلها تمام؟ ممكن تقول بس ايش؟ بس سنتر. يعني سنتر شاف الصوره بتضرب حجمها الاصلي بحطها في النص وبعرض لك ايش؟ جزء معين منها. لانه انت هذا محدد الحجم مش محدد ما هو في لو عملها لو حتى لو ما هيك حتى لو قلت له راب كنتن هو هتكبر على قد الشاشة بس ايش؟ هتضل الصورة أكبر من حجم شاشة الموبايل. فهمت؟ فإلا تلجأ في الآخر إنك تعمل له فيتنج تكون على قد الإيمج فيو. طيب الإيمج فيو احنا مش هنتطرق لها كثير يعني بس إنه عشان تعرفها كيف تحط صورة صورة جوا. خلينا ننتقل لنقطة مهمة اللي هو الأكتيفيتي لايف سايكل. ايش الاكتيفيتي لايف سايكل؟ انتبه معايا للصوره. فبيت بقول لك ان الاكتيفيتي اول ما تشتغل بتمر في مراحل. الاكتيفيتي لها ثلاث اوضاع اساسيه. تمام؟ يا اما تكون رايف يا اما تكون بوز يا اما تكون ستوب. تمام؟ هذه الثلاث حالات بتاعت الاكتيفيتي. رانينج ايش يعني رانينج؟ يعني الاكتيفيتي شغاله بالواجهه. تمام؟ بوز يعني بارتشل فيزيبل. ايش يعني بارتشل فيزيبل؟ مشاهده جزئيا، يعني لو اشتغلت الاكتيفيتي وغطتها غطاها دايره بس انت لا زلت شايف الاكتيفيتي واضح يا جماعه؟ بتكون هذه بوز موجوده بس ايش؟ موجوده ايقاف مؤقت. لا ستوب ايش يعني ستوب؟ الاكتيفيتي مش بطل فيزيبل، في اكتيفيتي ثانيه اشتغلت وغطت الاولى. تمام؟ طبعا الاكتيفيتي اللي ستوب هذه بتروح على مكان اسمه الباك لا مش باك باك ستاك. تمام؟ اصلا انت لما تعمل باك تمام؟ بتضلها موجوده في هذا الباك ستاك. تمام؟ ترجعها منه. فبتروح الاكتيفيتي على الباك ستاك اللي انا بتضل في الموجود. تمام؟ ستوب بتضل في الموجود. ديسترويد يعني ايش؟ خلاص خلاص انتهت. انتهت الاكتيفيتي كلها لغنى. هذا شفناه عفوا مش الباك ستاك
تمام. هذا بيغير الابلكيشنز اللي شغاله موجوده في الباك جراوند. الباك ستاك حاجه خاصه في كل تطبيق. لو بقول لك افرض البرنامج تبع فيه اكثر من اكتيفيتي لو جيت على اكتيفيتي ايه شغلت بي وشغلت سي لا لكل تطبيق في باك ستاك. لو كنت انا عندي اثنين تمام وعملت باك ومن الاي شغلت مين البي الاي بطلت فيزبل مين اللي اجى في الوجه البي بتروح الاي على الباك ستاك تمام. الان سطرت البي ورجعت الاي بتطلع ليه تشتغل تاني بتطلع للباك ستاك تمام. يعني هي موجوده في الباك ستاك بتكون ستوب تمام. من البي رحت شغلت السي تمام. البي بتروح وين؟ على الباك ستاك. شلت عملت باك بيرجع وين؟ على اخر حاجه في الستاك تمام. هي هيك بيصير. يعني انت بتقطع كيف عرفت انه بترجع لقبلها؟ من وين؟ من الستاك. هذا الباك ستاك. فستوب معناها انه الاكتيفيتي لسه موجوده وين؟ في الميموري بس هي مش فيزبل تمام. طيب هاي الحالات الثلاثه. الان الاكتيفيتي بيقول لك اول ما تشتغل تمام بتمر في مراحل وبتشغل مثل اسمهم كول باك ميثود. كول باك ميثود. الكول باك ميثود بيقول لك هذول بيتم لهم استدعاء بطريقه القائمه. يعني اول ما تشغل برنامج بحاول اعملهم كول. ايش هو اللي بعملها بكون؟ اول وحده مثلا بنعملها كون تلقائي اللي هي ايش؟ الكريم. كيف لازم اعملها بشكل تلقائي؟ لانه اصلا من الام كريم تم انشاء الواجهه وضفت الليسترز كلهم. صح؟ اول حاجه بيتم انشائها عند تشغيل الاكتيفيتي هي ايش؟ بتنزل بتنفيذها هي الام كريم. دير بالك هذا الام كريم ممكن ما يكونش في كود هنا. يعني هذا ممكن يكون الكود مش موجود، هاي بدي اروح هنا وايش اعملها؟ كات تمام؟ ضايع الان ما فيش ايرور طلع عندي تمام؟ بس هل قلت له اجي شغل طبعا هذا الام كريت بالبالك موجوده في السوبر كلاس تمام؟ الكريت موجوده مثل في السوبر كلاس. انا الان طبعا هنا مفهوم انه بروح بنفذ الموجود وين؟ في السوبر. اللي موجود في السوبر ما بنفذش حاجه مهمه يعني بروحش بنشئش واجهه. اللي بده ينشئ واجهه مين؟ انا كمبرمج مش انا تطبيقي بحدد لي واجهه. عشان هيك انا رحت عملت اوفر رايد لمين؟ للام كريت. كيف عملت اوفر رايد؟ عملت نفس مثل بنفس الاسم. ورحت فيها قلت له سيت كونتنت سيت كونتنت فيو. هذا مهمة جدا، ايش فائدة السيت كونتنت فيو؟ انها بتاخذ اللاي اوت وبتحوله من اكس ام ال لجافا اوبجكت، هذا بيسموه العملية انفليشن تمام؟ بتغير اللاي اوت بغير الاي دي اللي هنا. ولاحظ بقول لك دائما لما تمارس ان كرييت روح اعمل سوبر دوت ايش؟ دوت ان كرييت. احنا اخذنا في البرمجة ايش؟ انه لما تعمل انت اوفر رايد لغيت الموجود وين؟ في السوبر. فاحنا بدناش نغير في السوبر، بدنا ننفذ الحاجات الموجوده في السوبر، ايش الحاجات الموجوده في السوبر؟ بعرفش، ما يهمنيش. تمام؟ في اعدادات لازمه لتشغيل ايش؟ الاكتيفيتيز. فبقول له بس روح اعمل ايش؟ سوبر دوت ايش؟ دوت اون كريت. تمام؟ عشان ينفذ كل حاجه موجوده في الاون كريت في السوبر، وانا بعمل ايش بعدين؟ اللي بدي اياه. حطينا سيت كونتنت فيو وعملت برضه ايش؟ جبت الفيوز المختلفه وعملت عليهم ليسنر وكذا، هذول كله وين؟ داخل الام كرييت. فدائما انا عاده في الام كرييت بحط الحاجات اللي بتجهز الاكتيفيتي للعمل تمام. طيب بعد ما يتم طبعا في المرحله هذه عند الام كرييت بتكون لسه الاكتيفيتي مش فيزبل. ايش يعني؟ مش مشاهده الاكتيفيتي. بعد الام كرييت لما يخلص بروح بشغل ميثود اول ما تصير الاكتيفيتي فيزبل اللي هي ايش؟ اون ستار تمام. طب هذه وين الاون ستارت؟ ما شفتهاش تمام. هذه مش موجوده عندي هنا في الكلبس. فيش اون ستارت. هي بتستدعى وبتتنفذ بس هذه مش موجوده في السب كلاس اللي انا عملتها، لكن هي موجوده وين؟ في السوبر كلاس. كيف بدي اجيبها؟ اضغط كنترول سبيس تمام اكتب اون ستارت هاي جاب لك اياها. اذا انت حابب تعملها ايش؟ اوفر رايد.
تمام. واكيد هنا لازم تروح تلاقي الانستات موجوده وين؟ في السوبر. حتى الان ما ضفناش عليها حاجه جديده، بس ممكن تعمل انت حاجات يعني مثلا عمليه اضافه الليسنرز اللي عملناهم سيت اون كليك ليسنر وست وفايند فيو باي اي دي، ممكن نحطهم في الانستات، يا بحطهم في الان كرييت بعد السيت كونتنت فيو، يا بحطهم وين؟ في الان ستارت نفس الحاجه. بس الان ستارت تتمثل لما تكون الاكتيفيتي فيزبل، صارت مشاهده حاليا، تمام؟ يا بتحطها في الان كرييت يا بتحطها وين؟ في الان ستارت، لانه بتنفذوا ورا بعضهم، تمام؟ غالبا احنا بنحط الحاجات في الان كرييت، تمام؟ بس زي ما قلنا حطيتها في الان ستارت مش غلط. وبجانب اذا مش لازماني خلص بشيلها، بكتفي في الان ستارت اللي بتستدعى من وين؟ من السوبر كلاس. طيب بعد الان ستارت بنفذ هذه هنا بتتنفذ لما تصير الواجهه فيزبل، تمام؟ ما تقوليش زي ايش؟ لو مر عليك برنامج بدك تنفذ فيه حاجه لما تصير الواجهه مشاهده بتحط الكود تبعها وين؟ في الان ستارت، تمام؟ انا عن نفسي كيف؟ ما انت ممكن تشغل التايمر في الام كرييت برضه، تمام؟ بتضل ايش؟ لو بدك تفصل الحاجات اللي قبل ما تصير فيزبل بتحطها في الام كرييت، وبعد ما تصير فيزبل بتحطها في الانستر، بس انا عادة الحاجات اللي بحطها في الام كرييت، تمام؟ طيب بعد الاون كرييت والاون ستارت هينفذ ميثود اسمها اون ريزيوم، تمام؟ بالتسلسل هيمر على اون ريزيوم، وبعد ما يخلص الاون ريزيوم طبعا انا برضه هنا مش منفذ الاون ريزيوم بس هي موجوده، تمام؟ خليتها نقول وين هنستفيد منها هذه، تمام؟ هاي الاون ريزيوم برضه بحط الكود اللي بدي اياه زي ما بقول تسلسل بعد الاون كرييت اون ستارت اون الريزيوم. طيب بعد تنفيذ الريزيوم صارت الاكتيفيتي ايش؟ رننج شغاله، تمام؟ الان اجيت طفيت انت الاكتيفيتي. كيف طفيت الاكتيفيتي؟ باكثر من طريقه، شغلت اكتيفيتي جديده منهم، عملت ضغط على زر الباك، تمام؟ او زر المنيو، تمام؟ هيبدا في خطوات ايش؟ اغلاق الاكتيفيتي. اول ميثود بنفذها لما تعمل اغلاق للاكتيفيتي ينفذ ايش؟ اون بوز، هيمر بالتسلسل هذا، هينفذ ميثود اسمها اون بوز. بوز يعني ايش كلمه بوز؟ ايقاف مؤقت، تمام؟ وبعدين هينفذ اون ستوب. اون ستوب بيعملها لما يعمل ايقاف للاكتيفيتي بس لسه الاكتيفيتي في الميموري، تمام؟ واخر حاجه اون ديستروي اللي هو بيشيل الاكتيفيتي من وين؟ من الميموري. البرامج اللي بتكون شغاله في الباك جراوند اللي هي بتكون عند الستوب او بوز. لما تفتح لما تضغط على الباك بتعمل ديسترول على المنيو. المنيو بنفذ اظن انه الستوب بس ما بنفذش، في فرق بين المنيو والباك مش فاكر بالضبط، تمام؟ بس الباك بيعمل اون ديسترول، تمام؟ يعني خلاص لغى ايش؟ لغى الاكتيفيتي كلها، تمام؟ لما تضغط على الباك. طيب طبعا هذا لو في حاله ما ضغطت على الباك، تمام؟ او شغلت اكتيفيتي جديده هيلغي اللي قبل، هينفذ اون بوز اون ستوب اون ديسترول وشال ايش؟ شال الاكتيفيتي كلها. طيب ممكن الاكتيفيتي ما يصيرلهاش اغلاق، يصير لها بوز، بوز يصير وضع بوز. كيف؟ يعني زي ما قلت تشغل حاجه دايره قدامها بس الظاهر مالها الاكتيفيتي شايفها انت من ورا الدايره. في الحاله هذه هروح نفذ بس ايش؟ بس البوز وضل واقف عندي، تمام؟ ليش؟ لانه لسه ما صارش ستوب، صارت بوز. الان لو هي بوز ورجعتها ثاني تمام شلت الدائره اللي مغطيها وصارت فيزبل، تمام؟ هيروح وين؟ على الريزيوم. الريزيوم بيستأنف شغل البوز، تمام؟ لكن في كل الاحوال حتى لو انت عملت ايقاف للاكتيفيتي هيمر برضه على مين؟ على البوز، تمام؟ وانت لو بدات الاكتيفيتي هيمر برضه على مين؟ على الريزيوم. فهنا هو بفصل لك بقول لك لو كانت بوز ورجعتها ثاني هيرجع وين؟ على الريزيوم. لو كانت ستوب ورجعتها ثاني هيرجع وين؟ على الريزيوم. لو صار لها ديستروي
خلص هتشتغل تاني يروح يبني الامكانيات. ايش هنستفيد احنا من نفهم دوره حياه الاكتيفيتي؟ اول حاجه بدك تعرف متى تنفذ الكود في الوقت المناسب. يعني عمليات مثلا اضافه الليسنرز يعني لازم تتم مثلا في الاول عشان هيك حطيناها وين؟ في الامكانيات وين؟ في الاون ستارت مثلا. دكتور انتش بترجع من الاون ستوب بترجع على الاون كريات وانتش بترجع على الاون ستار. ما هي الاون كريات برجع لها لو صار لها اون ستوب تمام؟ لو كانت اون ستوب موجوده في الميموري تمام؟ ورجعت شلت مثلا الاكتيفيتي اللي بعطيها هيرجع وين؟ على الاون ستار. الاون كريات ما بتفيدهاش لو صار في ديستروي لمين؟ للاكتيفيتي. المفترض السهم ينزل تحت على الستروك. لا صح. هو خلص لو وصل للستروك لو اشتغلت من اول جديد. اوكي. بنفس الامكانية. النقطة الثانية المهمة حفظ حالة الاكتيفيتي. الآن أنت مشغل اكتيفيتي وحاطط كاتب كلام أو فيها أوبجيكت في داتا في أري مثلا حفظها. تمام أو أنت عامل كونكشن على داتا بيز وطارق بيانات وعرضها. أو مثلا كنت بتعمل داونلود لملف. تمام ووقفت الاكتيفيتي. ايش هيصير؟ تغبى راحت كل الاكتيفيتي بالداتا تاعتها صح ولا لا؟ فالاصل انه انت لما تيجي تغلق قبل ما تسكر الاكتيفيتي تحفظ بياناتها ولما تيجي ترجع الاكتيفيتي تسترجع بياناتها. هذه نقطة مهمة جدا تمام؟ طيب وين كيف؟ خذ وين المكان المناسب؟ هذا هنشوفها يعني عرفنا انا بدي افهم بس وقتيش ليش احنا بحاجه ان نفهم دوره حياه الاكتيفيتي عشان تعرف مثلا وين تنفذ الكود المناسب في الوقت المناسب وانك كيف وين تحفظ حاله الاكتيفيتي لما ايش لما تسكرها وين تسترجع في اون سيف انستنس ايش بقول لك هنا بس في بروسكي وين هو راجع من الاون ستوب او الامبوز على الكرييت هو راجع من الاون ستوب يرجع هيك بشكل ثاني طيب هذا كويس نبهت عليه هل قلت احيانا ايش بصير؟ لو الميثود او الاكتيفيتي صارت في وضع الامبوز نظام الاندرويد بيعتبر انه هذا الاكتيفيتي لها لو برايورتي يعني لو انزلق واحتاج ميموري روح بشيلها تمام؟ فبقول لك انه لما يشيلها حيروح على خلص راح مش هنفذ الاون ستوب اون ايش الماتريال هيك راح اون كريت طبعا لما رجع يروح يشغل ايش اون كريت ليش حكى هذه؟ زي كده اون ديستروي هذا ليش حكى ليش كتبها النقطة هذه؟ لنقطة انه حالة مهمة الان احنا عندنا خيار انه خيار مش متذكر خيار انه لو سكرنا الاكتيفيتي بروح على الاون بوز اون ستوب اون ديستروي ممكن انا في اي مثل من هذول احفظ حاله الاكتيفيتي صح ولا طب ايش افضل وحده احفظ فيها الحاله؟ اون بوز ليش؟ لازم لانها لازم تتنفذ دائما دائما بمر فيها يعني هذا الاون ستوب مش مضمون انها تتنفذ ممكن يصير لانه ممكن كومبوز ممكن يصير يقرر انه يعملها كل بدون ما ينفذ مين؟ الاون ستوب والاون ديستروي فدائما الاون بوز بتتنفذ بس هذول مالهم؟ مش مضمون انهم يتنفذوا تمام؟ بنفس الاليه الاون ريزيوم مضمون دائما انها ايش؟ انها تتنفذ تمام؟ فعشان هيك بقول لك دائما انت احفظ الحاله في الاون ريزيوم في الاون بوز واسترجعها وين؟ في الاون ريزيوم ماشي؟ طيب هل جد احنا بنجرب مثال بسيط نفرجيك كيف المثل هذا لحالها بنعملها ايش؟ بنعملها كول كيف تسلسل هذا اللي انت شايفه الرسمه بنشوفها كايش؟ ككول تمام؟ طيب تعال اطلع عندي على الاكتيفيتي هل اون كرييت تمام؟ بدي اروح اطلع هنا ايش؟ رساله على اساس انه لما تتنفذ الاون كرييت يطلع لي رساله ايش بدي اطلع هنا؟ بدي اطلع كلمة ايش؟ اون كرييت. ف
طيب وفي عندي ايش هنا؟ انريسيف بس بدي اطبع هنا ايش؟ وفي عندي انستوب موجودة الساقة منها طيب اون ستارت لاحظوا انا بكتبش المثل بالترتيب تمام بس هو لما يجي يشغل المفروض ينفذ بالترتيب في عندي ايش كمان اون في الـ destroy الـ start بالضبط فيش الـ start شفت هالرسمة الـ start فيش واحد اسمه الـ resume في الـ start انا ما جربتهاش قبل هيك في الـ في الـ start مش لازم انا تمام اون كرييت اون ريزيوم اون ستوب اون ستارت اون بوز اون ديستروي في حاجه ما كتبناهاش من ال كتبناهم هذول كلهم صح؟ اون كرييت اون ستوب كتبنا اون ستارت كتبناه طيب هاتلنا الجوال طيب نشغل الابلكيشن بس ايش كتب اون كرييت اون ستارت اون ريزيوم بس اضغط على زر الباك لحظه شو بدا اون كرييت اون ستارت اون ريزيوم تمام هلا اضغط على زر الباك اون بوز وبعدين اون ستوب اون ديستروي لسه ما دمرها لا دمرها هذيك في هذا بس هيك منظر تمام رايت صار له مجال خمر هيك واحد بس كامل هذاك اللي عملنا في بيلعب هذاك ما يعملهاش كل خلي خلي مشكله ضايل ضايل لا هاي ضايل تمام ما هي ضايله مش معناها انها شغاله بس لما يرجع لها بيرجع لاخر لا لما يرجعها بيشغلها من اول وجديد والدليل هيها ارجع ثاني عليها تمام هيك شغل ايش شغل اون كرييت اون ستار اون ريزيوم تمام البرنامج شغال وبيحفظ الحلقه كيف؟ هتكون شغال في برنامج وعامل شغل الاكتيفيتي بتاعته بدك انت تحفظها تعدل الاعدادات الباقيه انت بدك تحفظ الحاله بتاعته عشان يسترجعها لما ترجع الاكتيفيتي دكتور هيك اكثر من في مثلا برامج انه لما تسكر عادي ترجع تعملها بضل شغال؟ بضل شغال الصوت مثلا هذا بدك تعملها سيرفيس حاجه اسمها سيرفيس السيرفيس بتموتش مع ايش؟ مع بتضلها في الباك جراوند شغاله، الاكتيفيتي لا كانت معروضه شغاله، بطلت معروضه مع السلامه. شوف هلا بدي اجرب لك حاجه غير زر المنيو لا غير الاورينتيشن تمام؟ طيب هذا لازم وين هي الدوران تدوير الشاشة طيب هاي اون ستارت اون ريسيوم تمام اشتغلت الاكتيفيتي تعال ايش اون بوز اون ستوب اون ديستروي اون كرييت اون ستارت اون ريسيوم كل هذا ما هو عمله بسرعة بس الرسائل بتاخذ وقت لما تنضبط فهمت ايش اللي صار؟ تعال غير الاورينتيشن انه توست يعني اون بوز
اون ستوب اون ديستروي وبعدين ايش اون كرييت اون ستارت اون ريزيوم ايش عمل كل ما يتغير الاورينتيشن بدمر الاكتيفيتي وبشغلها من اول جديد اللي غلا حافظه لحالها بتكون حافظينها فيش حافظ ولا ما تحفظها ولا حافظ الاسد ولا حاجه كل البيانات ايش بتروح كل خلص بيستوي الاكتيفيتي طارت الاكتيفيتي كلها تمام لسه هذا بدك تعمل انت اعدادات عشان يحافظ على اليوتيوب والحاجه بعد تمام طيب هلقيت نشوف معايا انت ولا لا هلقيت طب هو ليش بيعمل هيك ليش الغلبه هذه يلا ليش بتسكر الاكتيفيتي كلها وبتعملها من اول وجديد عشان الريسورس بالضبط ما هو مش مرات انا بكون عامل لي اوت للبورتريت هذا فانا غيرت بده يروح يعيد ايش يدور يلاقي لي اوت مناسب لهذا فبعيد العمليه ايش من اول وجديد فهمت ايش اللي بيصير طب ليش مثلا بقفش عن الريسورس ايه مش بقفش عن الريسورس الناس بتنزل على الستوب خلص بيعمل ديستروي عشان يبدا من اول وجديد عشان يعملها وكرييت ويديها لي اوت من اول وجديد مش احنا قلنا في الرسمه ثاني بيرجع بيقدر يرجع ثاني هذاك لما يوصل على الاون ستوب من عند الاون ستوب بس هو لما يغير الكونفيجريشن بعمل كل لها كلها وبنشئها ايش من اول وجديد ايوه طب انا عملت كومبوز الاون ستوب مثلا مكان بدل طالما هو على طول هيك كان مره واحده انا عمل مثلا ديستروي خلاص وفي حالات بقول لك لازم اسوي كل هو ما هو بقول لك بمر بالترتيب انت في الاون بوز بعدين في الريسيوم هم كلهم بيتعملوا مره واحده كل الحالات لا مش كلهم مره واحده هو بمر بالترتيب يعني بقول لك مثلا الاون ديسترو الاون ستوب بتتنفذ لما نبطل الاكتيفيتي مشاهده الاون بوز بتتنفذ والاكتيفيتي لسه ايش فيزبل تمام هو هيك بالترتيب بعدين بقول لك ان الاون بوز مضمون تنفيذها في كل الاحوال لكن الاون ديستروي تنفيذها ايش والان ستوب مش مضمون تمام ممكن يضطر الاندرويد يعمل كل للاكتيفيتي بدون ما يمر على ايش على الان ستوب والان ديستروي طب ناخذ مثال عشان نشوف مساله حفظ الداتا هذا تمام خلينا على الجوال هذا عصيت على المنيو ما هو عشان ملفها لقيت 500 مرة هيك وهيك وهيك فايش تحوشت ال والله هذا عاملها شورت كيف لو عاملها لونج قبل طب هنا اخر حاجة تمام طيب نقدر نضغطنا الهوم اون بوز اون ستوب اعتبر ان ما نعملهاش ديسترو تمام لاحظ نفس ايش اون ستارت اون ستوب ما عملش كريت هذا في الهوم لكن في الباك عملها ديسترو طيب شوف الجيب بجرب حاجة روح على الاكتيفيتي مين هذه وحط تكست نص هاي جيت هنا حطينا تكست فيل في النص واجينا عملنا تو باتنز هاي البتن الاول طلع روحي البتن الاول موجود بلو ايد التكست واللاين ليفت سجل والبتن الثانية طيب في بتن بسميها سيف وفي بتن بسميه لود هقول ايش بدي اعمل انا هنا اجت عندي التكست هنا بكتب فيه كلام تمام سيف بدي اخذ التكست الموجود هذا واحطه في سترينج تمام لود وامحي وافضيه لود بدي اجيب القيمه من السترينج واحطها هنا عشان
ناخذ تمرين على حفظ الداتا واسترجاعها. تمام، نسوي نتعامل احنا ايش مع سترينج، حاجه بسيطه يعني سيف بده يجيب اللي انا كتبته ويحطه في سترينج ويمحي الموجود في الهاي. لود بيجيب الموجود في السترينج وبيعرض لي اياه، يعرض في التكست فيو. ماشي، طيب خلينا نسمع الرن لهذا عشان نفرجكم حاجه. طيب يا جماعه هاي اشتغل ومر ايش مر في السلسله تاعتنا، هل قلت الرسائل لا تعنينا كثير؟ تمام، هل قلت لو انا جيت على الايديت على المربع اللي هنا وكتبت اي حاجه مثلا هي هلا طيب لو لفيت ايش هيصير؟ المفروض بناء على انه لا لفت خلص دستور ونشاهد من اول جديد، صح ولا لا؟ تعال نلفه. تمام، اون بوز اون ستوب اون دستروي شالها كلها، وعمل بعدين ايش؟ اون كرييت اون ستارت اون ريزيوم. طب والنص الموجود جوا التكست ده زي ما هو، بكذب عليكم يعني، صح ولا لا؟ لا، هو ايش اللي صار هالقد؟ لا هي لي اوت واحده. ايش بقول لك؟ بقول لك انا اليو اي كومبوننتس الموجودين، تمام، انا لحالي بحفظ عناصرهم لو الاكتيفيتي ايش انتقل. يعني هو لحالي ايش بروح بعمل؟ بشوف ايش الكومبوننتس الموجودين في اليو اي، زي مين مثلا الايديت تكست هذه، وبياخذ قيمتها بحفظها عنده، بسجل عنده هذا وقت ايش بيسجلها قبل ما يجي يعمل بوز. تمام، بقول الايديت تكست واحد هذا قيمته هلو، تمام، بحفظها عنده. هل قلت لما يجي يعمل ريزيوم، تمام، بدور على الايديت تكست واحد ثاني وبيعطيني ايش؟ وبيعطيني هلو. فهو اوتوماتيكلي بضمن لك انه يحفظ حاله اليو اي كومبوننت. يعني انا قلت لو سكرنا الابلكيشن ورجعنا شغلناه ثاني حيكون برضه نفس الحاله. لا، لو سكرت الابلكيشن خلص راح. طب لو عامل هو الاير الثانيه اللاند سكيب حاط فيها اللي هو تكست فيو، اذا حاط بنفس الاسم تجد تكست واحد برجع لك قيمه. فاهم كيف؟ زي ما كنت بقول لك انا لو عامل لاير ثانيه تمام للبورتريت وواحده لللاند سكيب، اذا نفس الايتم هذا بسميه في اللاير الثانيه بنفس الاسم برجع لك قيمه. يعني هو ايش لما اجي اعمل ديستروي سجل عنده رجع لمين للقيم الموجوده زي مثلا الايديت تكست هذا، خزن عنده زي ماب هاش ماب الايديت تكست واحد قيمته ايش؟ قيمته هذا. هل قلت لفيت ثاني رجع شكل الاكتيفيتي وهو لحاله دعايه يعني خدمه ببلاش، انه راح دور على الايديت تكست واحد ثاني ورجع قيمه ايش؟ رجع قيمه. فهو بضمن لك انه حاله اليو اي ايتمز بتضلها ايش؟ بتضلها محفوظه. لكن غير هيك لا مش هتضل حفظ. زي ايش مثلا؟ زي مثلا لو انت عامل سترينج او اوبجكت، كيف بدي اروح انا على الكود هالقد؟ واضح يا جماعه؟ يعني هذول بحفظهم هو لحاله، تمام؟ لكن لو انا اجيت عامل سترينج هيك مثلا، هي في الاول هي عرفت ايش؟ سترينج ريزلت، تمام؟ في البدايه قيمتها ايش؟ قيمتها لو، هل قلت احنا مش عاملين زي واحد اسمه سيف واحد اسمه نوت؟ لما اضغط على سيف بده يقرا القيمه الموجوده في الايديت تكست ويحفظ لي اياها وين؟ في الرزق. هل قلت نروح نعمل اللف بتاعت ايش؟ بطل واحد وبعدين بطن سيف سيف اون كليك ليسنر وطبعا لازم بنزل الايديت تكست ايديت تكست ايديت
سؤال يا جماعه خلصنا. شوف هذا الشيء اللي بيصير، الان المفروض لما اضغط على البتن الاول يروح يحط القيمه في الريزر، ويروح كمان للايديت تكست ويقول له سيت تكست خلي لي اياه ايش فاضي. طيب ولما اضغط على زر اللود تمام بجيب بروح بجيب القيمه في الريزلت وبحطها وين؟ في الايديت تكست. طيب شوف الان ايش هيصير في البرنامج. اي حاجه هاي ايش هاي هلو تمام هاي سيف مفروض ايش حفظ قيمه في السيف تمام لود هاي ايش رجع سيف حفظها لود رجع سيف حفظها لا ليش بسوي حفظت القيمه صح ولا المفروض انها موجوده وين في السيف تمام تعال نف زي هيك خليه يخلص بس تمام يعني اعمل لود تمام فيش حاجه ليش لانه السترينج مالها راحت تمام ليش ما طبعش مره انا حطيت له فاضيه ما مش هيطبع حاجه مش هكتب لك لود يعني ما حولهاش لسترينج لود جبنا العالج طيب ليش اللي صار هالجيت انا رحت قلت له لما اضغط على السيف راح احط القيمه وين في رزل ما ضغطتش لود هالجيت انا لما عمل كريش من اول وجديد حط رجع رجع سريزلت بايش؟ بمل عمل لود هنا راحت الريزلت كلها تمام؟ طيب ايش الحل في هذه؟ انك تحفظ لما يجي يسكر تحفظ قيمه ايش؟ قيمه الريزلت ولما يجي يرجع ثاني ترجع قيمه الريزلت ثاني كيف؟ البوز ريزيوم تمام بدك تستفيد منهم للحفظ. طيب كيف نحفظ البيانات؟ وين نحفظها اصلا؟ تمام هنا السؤال المهم. تمام وين نحفظ البيانات؟ بالضبط المفروض البيانات نحفظها ممكن نحطها في فايل تمام ممكن نحطها في داتا بيز تمام يعني في مكان لازم احفظها فيه عشان اقدر اقدر نسترجعها. هل جيت هتعرف وين؟ تمام؟ هل جيت هو ايش بيعمل؟ تمام؟ في بالاضافه للكول باك ميثودز هذول الاساسيين تمام؟ عمل لك كول باك ميثودز ثانيين اللي هم مش موجودين في الرسمه تمام؟ اللي هم في حاجه اسمها اون سيف انستنس ستيت وواحده ثانيه اسمها اون ريزيوم ريستور انستنس ستيت. ميثود اسمها اون سيف انستنس ستيت وواحده ثانيه اسمها اون ريستور انستنس ستيت. ايش هذول الاون سيف انستنس ستيت واون ريستور انستنس ستيت؟ هذول يا سيدي نرجع للرسمه تمام بيقول لك قبل ما ينفذ الاون بول تمام قبل المارشال بينفذ حاجه اسمها اون سيف انستنس ستيت هذا بينفذها في موجوده في البيرنت. هل قد شفت اللي عملناه قبل شوي انه بيحفظ حاله اليو اي كومبوننت في الاون سيف انستنس ستيت بيعمل حاجه هذه بيحفظ حاله اليو اي كومبوننت. والان بعد الريزيوم في برضه حاجه اسمها اون ريستور instance state هل بتتنفذ بعد مين؟ بعد الـ resume. طب هذا ايش فايدته؟ ما دام بنعمل نفس ال يعني ممكن استغنى عن مستخدم الـ resume والـ pause، ليش بغلب هذا اللي ناخذه؟ الفرق بين هذول وبين الـ resume والـ pause انه هذول فيهم حاجه اسمها
هذا الانسيت انسيت تمام. في حاجه اسمها بندل شايفها بند. ايش هي كلمه بندل بالانجليزي؟ حزمه. تمام حزمه هذه بندل مكان لحفظ البيانات. تمام مكان لحفظ البيانات. وان ريستور انسيت ستيت هي نفس البندل اللي انت حفظتها تسترجعها من وين؟ تسترجعها من هنا. فالان انتبه معي عشان انا احفظ اي بيانات. هل ممكن نشوف انواع؟ تمام البندل ممكن انا احفظ فيها بيانات. لاحظ الان بوز ايش بتختلف عنها؟ الان بوز ما فيش فيها بندل. هاي الان بوز فيش فيها بندل. فبدي اضطر انا اشوف مكان مناسب احفظ فيه في فايل او هنشوف في حاجه اسمها شيرد بريفرنسز او في داتابيز. تمام لكن في الان ريستور انستنس بتريحني. في ايش بتريحني؟ انها قالت لي هلقيت انت احفظ يعني اون سيف انستنس بديل عن مين؟ عن الان بوز. تمام بس ميزتها انها جابت لي المكان اللي احفظ فيه. يعني ممكن اسرع البوز فيها؟ لا رخمت كده. بس هي كحل مؤقت تنفع. تمام الان سيف انستنس شايفين هذا شايفين هذا الانسر انسنس ستيت هذه بنفذها في الانكريت. هي اللي بيعمل فيها ايش؟ انه بياخذ عناصر اليو اي وبحفظها بدليل انه هذه لو عملت لها كومنت. تمام نجربها. لو عملت كومنت لا لحظة لحظة استنى وبياخذ ال انا بدي اجرب حاجة بس عشان افرجيك اياها. شايفين لما يمكن ما تزبطش. ايوه تمام زبط. هلقيت فرجيك. هلقيت شايفين انا لغيت ايش؟ السوبر بتسيف مش مهم هي دائما انا لغيت ايش؟ لغيت الانسف سوبر دوت انسف انسنسف صح؟ عملت عليها كومنت. تعال اكتب كلام هنا اي حاجه. احنا اتفقنا ان الكلام اللي بتكتبه هنا المفروض لحاله يحفظ صح ولا لا؟ العناصر اليو اي تعال لفه هيك. تمام ايش صار؟ راح. ايش بتفهم من هذه؟ بتفهم انه هو من خلال الانسف انسنسف تمام حفظ حاله ايش؟ اليو اي. يعني من خلال الكول هذا اللي هو السوبر دوت انسيت انسنسيت انت لازم تكتب بروح بنادي بحفظ حاله اليو اي كله. ممكن انا من خلال هنا مش هنا هو بحفظ حاله اليو اي وين بحطها؟ في البندل اللي هي اوت ستيت. ممكن انا اروح للاوت ستيت واقول له كنت. طبعا ايش ممكن احط فيها؟ ممكن احط فيها سترينج انتجر كاركتر عناصر حاجات كثير. فانا ممكن اقول بوت سترينج اعطيها كي وفاليو. كي ليش؟ عشان تقدر تسترجعها. تمام ايش تستعمل السترينج هذه؟ عباس. تمام وحط ايش السترينج مثلا اذا تمام هيك هلقيت في الاون ريستور انستنس ستيت. تمام خلينا في السوبر دوت اون ريستور انستنس ستيت عشان ارجع حاله ايش؟ اليو اي كومبوننتس. وهنا بدي اقول له من هذه اللي هي نفسها الاوت ستيت اللي طلعت. طبعا هنا هو انترنال يدير بالك بروح بحفظها في فايل. تمام بس هو هذا كله مخفي عني يعني هو خلاص بيقول له حط في البندل انا بحفظها في فايل وبرجع لك اياها في بندل. تمام الان من هذه شايفين السيف انستنس ستيت هي نفس الاوت ستيت اللي طلعت البندل. من هنا بقول له جيت سترينج. تمام وبعطيني ايش؟ بعطيني الكي. رجعت الفاليو بدي احطها وين الفاليو؟ في الريزلت. المفروض هلقيت لما اعمل سيف واغير واعمل لود تزبط. أو حفظت ريزلت. حفظت الاسم ايش؟ عباس. لما ارجع لها كيف؟ كي سترينج دائما هذا ايدنتيفاير يعني بتحط سترينج. الان شغل نجرب
طيب هاي بدينا في وضع اللاندسكيب. الآن لو كتبت هلو طبعا بعمل سيف نود في نفس الاكتيفيتي بتشتغل تمام. طيب الان عملت سيف الحذف في الريزلت صح ولا رجعها ثاني تمام. المفروض لما عملنا نود ترجع هاي نود هاي ايش هاي رجعت تمام. طيب احفظها صح ولا يبقى انا ممكن احفظ الستيت عن طريق الان سيف انستنس ستيت وان ريستور ان ريستور انستنس ستيت. لكن الان بقول لك اياها ان هذول برضه لا يغنوا عن الان كوز والان ريسيوم. ليش؟ لانه بقول لك الان سيف انستنس ستيت بتمش استدعائها لو ضغط على الباك بس عن زر الباك تمام. عن زر الباك يعني هاي السيف تمام. هاي السيف تمام حفظناها تمام. ضغط على الباك تمام. ماشي ديستروي تمام. ما هو باك او اورينتيشن الاثنين بعمل ديستروي. بس بقول لك في حاله الباك بيتم استدعاء الايش الان سيف انستنس ستيت. يعني المفروض لقيت كلمه هلو ما انحفظتش بالدرجه لقيت على الاكتيفيتي اشغلها ثاني تمام. هي عمل ان كرييت اون ستارت المفروض انه يرجع لي الريزلت من البندل لما عمل ان ريستور. تعال اعمل لود ايش ما رجعتش تمام. يعني هذيك الان ريستور انستنس ستيت اون سيف تنفع لامتى؟ لما في حاله الروتيشن تمام او في حاله الهوم تمام. كيف الهوم باتون هذا حاجات بدها تجربه يعني. تمام هاي كتبت هو هلو وهي سيف تمام. بدك تضغط هوم انت صح. هاي هوم تمام. رجعها ثاني ونود هذا الهوم بيمشي بنفذ الايش الان سيف انستنس اون ريستور. بس في حاله الباك تنفيذ الان سيف انستنس ستيت وان ريستور مش هتنفع تمام. عشان لكن المضمون تنفيذهم دائما في كل الاحوال هم الان بوز والان ريزيوم تمام. بس مشكلتهم انه ما فيش بندل صح ولا لا. نضطر انه نلاقي مكان مناسب نحفظ فيه فايل او داتا بيز تمام. وهناخذ احنا تمام غير قبل الفايل في حاجه اسمها شيرد بريفرنسز ممكن نحفظ فيها البيانات. المهم فهمت انت ايش فايده انك تفهم الاكتيفيتي لايف سايكل عشان تعرف تحفظ وتسترجع حاله الفعاليه. طيب لسه ما خلصناش بقى اكمل حاجه. طيب ممكن انا اقول له مثلا انه لو غيرت الاورينتيشن ما تعيدش تشغيل ايش الاكتيفيتي. افرض انا مثلا عامل برنامج يعمل داونلود لفايل تمام وبنزلها ومع انه غلط اصلا تعمل داونلود. العمليات اللي بتاخذ وقت طويل غلط تنفذها من خلال اكتيفيتي تنفذها من خلال بس فرضا انت التيسر وعملت حاجه بتاخذ وقت من خلال اكتيفيتي تمام. فممكن لو حطيت له هذا بدي اروح اعدل في المانيفست فايل اقول له انه ما تخليش الاكتيفيتي نعملها كل لما اغير ايش؟ اغير الاورينتيشن تمام؟ فبتحط السطر هذا ما تسالنيش معناه ايش؟ تمام؟ احفظ تمام؟ حطه وين في الابلكيشن؟ تمام هلقيت كيف نجربه هذا؟ انه خلي الكيبورد شغال او اقلب خطوه. احنا قلنا عند الاورينتيشن تمام خليه شغال واقلب خطوه. طيب هلقيت ابسط مثال انه لما اعمل روتيت ايش صار؟ طفل السلك فصل السلك
هي على فكره ما ظبطتش يعني. ولا يمكن هي لازم في الاكتيفيتي. هاي اللي شغل المال بايلر. هاتنا من رن. طيب يا جماعة الآن أنا بعمل بعد روتيت تمام ماشي بتطلعش الرسائل بتاعت إيش on destroy ما طفاش الأكتيفيتي تمام اشتغلت مرة واحدة وخلاص ظلت إيش ظلت زي ما هي تمام هيك طبعا الأكتيفيتي مش هتفقد إيش أي بيانات موجودة جواها بس هيك أنت بتخسر نقطة إنه أنت تغير اللاي أوت بتغيير إيش الأورينتيشن تمام هي ما بتتبعهاش إلا لو عندك أنت نفس اللي اوت لا لا ايش الاورينتيشنز المختلفه طب لقيت نفس اللي ما ينفعش نعمل اعدادات لها انه هيك المفروض انه ضل مثلا ايش هيك لما تكون اند سكيب هيك لما تكون نفسها بدون ما اعمل لها ثانيه كيف يعني بدك لقيت نفس ال نفس بديش اعمل لها ثانيه بس انه يكون لها اعدادات تكون اعدادات ثانيه بتصير مثلا اند سكيب انت اذا بدك واجهه صح ممكن تعمل ما هذه اخذناها مش احنا بنعمل values r متذكره مع خلينا عربي ما عملناش اللي اوت تاني هو نفس اللي اوت بس الفاليوز اللي بياخذها من المجلدين تمام هذا نفس الحاجه تمام ممكن تعمل values port فهمت كيف انها values خاصه فين ومن اللي اوت بتقول له ات هات القيمه تمام طيب ممكن برضه هو حيفتح لي اوت ثاني انت لما تعمل بورت هو هيفتح مجلد لاي اوت ثاني لو عملت لاي اوت بورت هيجيب لي اوت لكن انا بقول فاليو هيجيب فاليوز ثانيه للبورت تمام طيب ممكن انا برضو اثبت اللاي اوت عفوا اثبت الاورينتيشن كيف انا لو رحت على الاكتيفيتي ما يلفش افرض انت البرنامج تاعك دائما ايش بيشتغل في وضع راسي انت مصممه هيك تمام ممكن في الاكتيفيتي انا وين شغال بالباك في المانيفست فايل تمام بقول في الاندرويد في عندي سكرين اورينتيشن وبحطه ايش هاي فورتريت هيك انا حددت الاورينتيشن طبعا هاي الجوال يعني لفيت بالطول بالعرض ايش؟ بغيرش خلص صار الاورينتيشن ايش؟ ثابت تمام؟